بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على محمد وآل محمد. هذه المحاضرة الثانية عن السكر وفي اللغة العربية للإفادة العامة، الناس كلها تستفاد والمرضى يستفادون والأطباء يستفادون والطلاب البور طلاب الكليات يستفادوا منها في لغة عربية بسيطة. السؤال اللي ينسأل على طول أنه اللي الأدل تايب اللي تايب 2 ديابيتس اللي هو أدل تايب، إيش قد دول نسبتهم يحتاجون إنسولين؟ يعني مقرره انهم انسولين قد يعني حوالي 20% من عندهم بالاخير يحتاجون شويه انسولين. هسه السؤال شلون احنا نسوي فحوصات الى المريضه عندها جستيشنال دايابيتس يعني سكر الحمل؟ اول شيء تهتم مباشره بالبوست برانديال لانه هذول الفاستن عندهم لو احتمال يكون طبيعي او اقل من الطبيعي. اذا البوست برانديال هو اللي تلقاه عالي، يفحصوه بعد ساعه او ساعتين من الاكل تلقاه عالي، زين يوصل فوق ال 200 اذا هي عندها سكر، زين الهيموغلوبين اي 1 سي اذا لقيته عالي وبدايه الحمل معناها هاي المريضه اوريدي كان عندها سكر وما ما ما ملاحظته قبل الحمل وصارت حامل والسكر مات بعده. لازم هاي المريضه دائما تسوي لها سكر قبل الحمل، قبل النوم العفو، السكر قبل النوم حتى لا تخش هايبوغلاسيميا، وتفحص اليورين مالته فور شوغر ان كيتون فور كيتون ان ذا مورنينج والشوغر بوست برانديال. وتحتاج انه 3 مرات بالحمل نسوي له فحص اليورين على المايكرو البومين يوريا، انتبه كل شهرين وثلاثه تسوي تحليل على المايكرو البومين يوريا ضروري هذا لان بي كومبليكيشن يؤدي الى كومبليكيشن. هسه السؤال الثاني اللي هو انه وحده حامل وعندها سكر الحمل وتاخذ انسولين وكل ما نفحص اليورين مالها نلقى بي كيتون عالي الصبح، هبيش حاله انت تزيد الانسولين وتعطيها شويه سكريات زايد، توكلها سكر زايد وتزيد لها الانسولين. السؤال اللي وراء زين وات ار ذا تريتمنت اوف دايابيتس جستيشنال دايابيتس ميليتس بشكل ما قلنا المايلد والمودريت وخصوصا التايب 2 هي الدايت والدايت والمتفورمين والدايت والمتفورمين واحتمال كلونيكلومايد ويفضل عموما هو الانسولين. الانسولين هو المفضل على دول كلهم. والسؤال اللي وراء وات از ذا بروجنوزز اند ذا فيوتشر اوف جستيشنال دايابيتس دول اللي عندها سكر بالحمل ايش قد البروجنوز شنو ماتهم؟ دول 50% راح يتحولون الى تايب 2 دايابيتس والريسك شافوا انه كلش عالي بالاسبانيين واقل من عنده بالقوقاس، زين فشافوا انه هذا الريسك انه عالي بالاسبانيين وجماعه الاسبانيين. هسه السؤال اللي وراء وحده حامل وعندها جستيشنال دايابيتس وبعد الحمل ايش وقت نسوي له اورال جلوكوز ترانسلنت؟ نسوي بعد 6 اسابيع، فاذا كان رجع نورمال فهي رجعت نورمال ونقول له الحمل الجديد ترى احتمال يصير سكر وانت اللايبلتي عندك احتمال السكر 50% تروحين الى سكر نوع الثاني سكر الدايابيتس تايب 2. السؤال اللي وراء اللي هو ايش قد داز جستيشنال دايابيتس ميليتس increase the risk of cesarean section؟ yes it does، لانه الطفل يطلع 6 كيلوات 5 كيلوات وفوق و6 كيلوات ما يطلع نورمالي من البيرث كانال، فتحتاج المريضه الى cesarean section وهذا الطفل لما يطلع كل شيء كبير طبعا transposition ولا هم الاطفال ماتهم يطلعون كبار، زين يعني الوزن مالهم كل شيء كبير هبي، اذا يحتاجون الى cesarean section. هسه اللي هو الجستيشنال دايابيتس وين دو يورين تيست فور شوغر؟ زين اللي هو اليورين شوغر فور جستيشنال دايابيتس قلنا نسوي ساعه الى ساعتين بعد الاكل، اما الكيتون نسويها الصبح باليورين مالت الصبح. زين كان وي ديبند اون يورين شوغر دايجنوز دايابيتس؟ هذا طبعا سؤال غلط لانه احتمال المريض عنده لو ثريشولد اللي هو الحوامل والاطفال الثريشولد ماتهم ينقص من 180 الى 130 135 واي سكر عندهم ياكلوه بسرعه يطلع بالبول وهذا ما يعني انه المريض عنده سكر، زين
يعني انه عنده لو ثريشولد، وكل واحد سوينا له جلوكوز تولرنس تيست وطلع نورمال وبس عنده السكر موجود باليورين، ومعنى هذا عنده الرينال ثريشولد قليل. يعني لو حامل المريض اللي سوينا هذا الفحص او هو كان اطفال من الاطفال. وطبعا اذا سؤال مالتك شنو الكومنت كوز اوف جلايكوزوريا، اللي السكر يصير باليورين شنو الكومنت كوز؟ الكومنت كوز هو لو رينال ثريشولد in children and pregnant women. Is ketonuria is specific for diabetes? No, it's not specific. حتى تصير بالفاستين. أنا اليوم صايم عندي ketonuria، وخصوصا الصبح مثل عندي ketonuria، أو نهاية اليوم مثل عندي كيتون باليورين. ما تعني شيء، لا تعني شيء إلا تشخيصا، ولا تعني أنه severity of diabetes والcomplication of diabetes الketonuria ما تعني شيء. هذا الحموضة يعني نعم تعني شيء بالدم لما يسوي لنا اسيدوسيس. از البومين ستريب ايبل تو ديتكت مايكرو البومين يوريا؟ نو. هذا العادي التست العادي باليورين على الالبومين بالادرار هذا ما يلقف لنا المايكرو. المايكرو يرادلها شريط خاص، هذا يلقف اكثر من 300 ملي جرام بال 24 ساعه، زين سوري باللتر، وما بالله الشريط الخاص يلقف جوا ال 300. ومو كل واحد يطلع بوزيتيف معناه عنده ديزيز، احتمال يكون نورمال. شكل ما قلنا التام هورس بروتين هو نورمال يطلع، لانه سكريتد باي رينال تيوبيول. هسه المايكرو السؤال اللي وراه، مايكرو البومين ان دايابيتيز انكريز ذا ريسك؟ اي ريسك يزيد لنا؟ نعم يزيد لنا الريسك. Is there a risk of macrovascular disease؟ حال الامبيرد جلوكوز يزيد لنا السي في اي، ويزيد لنا انفاركشن، ويزيد لنا الفاسكولار والجانجرين بالبريفري. Thank you very much. شكرا.